30 عاما تقريبا مضت على انشاء هذه الجائزه، فاز بها نخبه من رواد الصحافه. هذه الجائزه هي تعود الفضل فيها الى صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبد العزيز، وهو من الشخصيات اللي ارتبطت باخبار اليوم، ارتبطت بالاستاذ مصطفى امين، وكان لها اسهامات كبرى في مشروعات اخبار اليوم الخيريه وعلى راسها ليله القلب واسبوع الشفاء. هذا العام يمكن لاول مره فاز في العام الاول فنان اخبار اليوم العظيم الاستاذ مصطفى حسين عام 84. والآن يفوز بها بعد مرور 30 عام على الجائزة. الحقيقة الأستاذ مصطفى حسين ومعه رفيق دربه وعمره الأستاذ أحمد رجب هم أغلى ما تمتلك إدارة أخبار اليوم. هذا العام أيضا بتمر علينا أو بيمر علينا العيد 70 لإنشاء إدارة أخبار اليوم. نتمنى إن شاء الله ربنا يمد في عمرنا عمر أعمار حضراتكم، ومصر تبقى في حال أفضل بإذن الله. بنحتفل في نوفمبر القادم بالعيد 70 لدار أخبار اليوم، ومنتعش إن شاء الله إن الاحتفالية تكون لائقة باسم أخبار اليوم اللي إحنا كلنا ولاد أسرة أخبار اليوم بنتشرف بيه. وبنعتبر إن دور أخبار اليوم ما كناش وصلنا لأي شيء، هي فيها اللي تعلمنا أولى خطواتنا، مشينا اول خطواتنا في مقاطع صحيحه بالجلاله، وتعلمنا من اساتذه كبار، وبنحاول نتمنى ان احنا نكون اهل للمسؤوليه وللامانه اللي هم حملوها بكل شرف وكل مهنيه وصنعوا بيها اسم اخبار اليوم اللي بنتشرف بيه كلنا. جوائز هذا العام بتشرف بان شخصيه العام هو الكاتب العربي الكبير الأستاذ جهاد الخازن. الأستاذ جهاد الخازن بنذكر له موقفه من مصر قبل ما بنذكر له رشاقة قلمه، و يعني عايز أقول الفكرة اللي بيكتبها الأستاذ جهاد الخازن في كل يوم الحقيقة بتخلي كأن الواحد بيقراه لأول مرة. هذا العام أيضا زي ما قلت في الاحتفالية بالعيد 70 احنا بنتمنى إن الاحتفالية إن شاء الله يكون فيها مؤتمر للصحافة العربية، ويكون فيها يعني ندوة عن علاقة الإعلام بالسلطة. واتذكر هنا اول لقاء ليا مع استاذنا الكبير الاستاذ مصطفى امين. لحسن حظي كان في اول يوم دخلت فيه دار اخبار اليوم سنه 83 لقيت باب الاسانسير مفتوح، فجريت على شمالها دخلت في بعيد قدام الاستاذ مصطفى امين، رجعت يعني اتزحمه في الاسانسير، فقال لي قلت انت جديد هنا؟ قلت له ده اول يوم بتدرب. قال لي انت فين؟ قلت له في سنه اولى كليه الاعلام. فقال لي انا بتمنى ان شاء الله ان على ايامكم ترجع الصحافه صاحبه الجلاله، كانت على ايامنا صاحبه الجلاله ثم اصبحت الان صاحبه الاسماء. الحقيقه قعدنا فتره طويله هذا في حلم نتمناه الاستاذ مصطفى امين، كانت صاحبه الجلاله في فتره اصبحت صاحبه عصمة، سيده مصونه مؤدبه لا تغضب احدا، تحولت بعد ذلك الى خادمه في بلاط السلطه. أظن بعد ثورة 25 يناير محدش عنده حجة إن إحنا نبقى صحافة محترمة
محترم لا يخضع لأي سلطة. الإعلام المصري لم يخضع لجماعة ولن يخضع لأي فرد مهما كان ومهما كانت شعبيته. أنا بشكر حضراتكم جميعاً وبتمنى إن شاء الله احتفالية طريقة بإذن الله أخبار اليوم. شكراً جزيلاً.